حديث الأستاذ مصباح طبعا فيه قدر كبير جدا من التناقض. أولا في بداية كلامه كان يؤمن على أنه هذا الاتفاق الإطاري يمكن أن يطور في الإعلان السياسي، ويمكن أن تستصحى فيه التوصيات وملاحظات الذين يريدون أن يوقعوا على الاتفاق الإطاري، الإعلان السياسي المتطور من الاتفاق الإطاري. ثم بعد ذلك يرجع ويتعنت على ذات المعضلة. أولا بيأكد أن هذا الاتفاق محددة أطرافه ومحددة أجندته وبنوده وكأنها ثوابت لا يمكن أن تبدل، فيبقى فتح العملية السياسية والمشاركة السياسية اللي بيتكلموا عنها في المستقبل لوصول لإعلان سياسي ما هي إلا مجرد حشد للأسماء فقط، ليست هنالك مشاركة فعلية لكل القوى السياسية الخارج الاتفاق الإطاري، وليس هنالك أي مجال لمناقشة ما جاء في الاتفاق الإطاري. فبهذان الشرطين لن تحقق هذه العملية أي استقرار في البلاد، لأنه باختصار شديد جدا الأخ من حزب الأمة بيتكلم عنه التوقيع على الإطاري وعلى الإقلان السياسي هو توقيع فردي والالتزام التزام فردي، لكن في مضمون كلامه يدي إشارة كأنما هنالك نواة أو كتلة هي المسيطرة وهي المتنفذة، هي التي وضعت أجندة الاتفاق الإطاري، وهي التي من حقها أن يعني تستخدم ما هو أشبه بحق الفيتو، من الذي يقبل وما الذي لا يقبل في التوقيع على الاتفاق الإطاري أو الاعلان السياسي. فبالتالي بهذا الانقلاق لن يصل هذا الاتفاق اصلا لاي توافق بالشعب السوداني. حتظل الجبهه السوريه منقسمه حتى من وقع جبريل ومناوي، حتظل الجبهه السوريه منقسمه، يظل اردول خارج الاطاري، يظل عسكري خارج الاطاري، يظل عقار خارج الاطاري. ومن الغريب في الامر له عقار لكن موقع على الاتفاق الاطاري، مالك عقار موقع اصلا مالك عقار موقع على الاتفاق الاطاري، لكن يظل جزء من الجبهه السوريه خارج الاتفاق الاطاري. وطبعا هسه الان كل الناس بتتحدث، ليس هنالك اي ذكر من خلال الجبهه السوريه للجبهه الثالثه تمازج.